فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. يرون يحلمون باليوم الذي سيرتبطون به بشريك حياتهم، لكنه ايضا حلم يؤرق بال الاهالي وتحديدا الامهات اللواتي تأمون برؤية اولادهن يسعون لايجاد بنت الحلال لتكوين بيوتهم الخاصة. هكذا كان حال الشاب عمرو عبدو ابن 29 عاما من محافظة قنا المصرية، الذي وجد نفسه تحت ضغط عائلي. العائلة تلح عليه بالزواج، خاصة بعد ارتباط إخوته الأكبر منه سنا، وبالرغم من محاولته إقناع أهله بعدم رغبته بالزواج في الوقت الحالي، لكن يبدو أن الضغوط استمرت. تلك الضغوط المستمرة انتهت ربما إلى أن فاجأ والدته في يوم من الأيام بصورة زفاف تجمعه ليس مع عروس واحدة فقط، بل 4 عرائس يرتدين فساتين العرس البيضاء، وها هو هنا يتوسطهن ببدلة سوداء أنيقة وبدل العروس 4. نشر عمر هذه الصور مع فيديو أهداه لأمه، ويقول فيه إنه قرر الارتباط بأربع زوجات بأربع نساء بهدف إسعادها وإرضائها. ماما انت نفسك تشوفيني عريس من زمان، وانت عارفه ان انا ما اقدرش اخر لك طلب، فعشان كده انا جيت النهارده وعملت لك مفاجاه كبيره عشان اقول لك. باركي لابنك بقى يا روح. طبعا رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع قصة عمرو، وتباينت آرائهم بشأن تعدد الزوجات الذي ظهر في ذلك الفيديو. زهرت الجولي تقول لو عنده فلوس كتيرة يعني يقدر يعيشهم كويس، ليه لا؟ الحقيقي كده أحلى حاجة إن الراجل يتجوز 4 بس يكون يقدر على الحياة دي. تسوقي موسى فهذا رأيه، طيب يا سيدي افترضنا إنه تجوز 4، تقدر تقولي هل هو حيقدر يكمل يعيش للصبح؟ في ليلة الدخلة طبعا ربما هذا تساؤلات دسوقي. أما رحيق الورد البستان تقول أنا أول حاجة فكرت فيها لما شفت الصور إن إزاي 4 بنات وافقوا على الجوازة المنيلة دي، وبعدين قلت أكيد الموضوع مش بجد، بس الفكرة غريبة قوي ومجنونة شوية. بالفعل فالصور التي نراها جزء من جلسة تصوير طلب عمرو فيها من 4 فتيات يعملن في مجال المسرح مساعدته على تنفيذها، وذلك ردا على ضغوط أهله، أي أن عليه الاستعداد لمواجهة ضغوطهم من جديد. ولكن مشاهدينا دعونا نذهب إلى خدمة سكايب من مدينة قنا المصرية صاحب فيديو العرائس 4 عمرو عبدو. مرحبا بك عمرو. يعني أهلا وسهلا بك أيا كان اسمك. طيب يا عمر، بعد الجوازة دي أو بعد الفيديو دي هل ضغط أهلك خف عليك؟ هم اليومين دول مشغولين شوية، فرع أختي قرب يعني، فمشغولين شوية مع أختي. أنا خايف بعد ما أختي تطلع من البيت هيعملوا معايا إيه. طيب يا عمر، هو كان ضغطهم عامل إزاي؟ هي فكرة أن والدتي أخدت فترة يعني أكل ما بيتحضرش، غسيل ما بيتعملش، هدوم ما بتتكويش، الأوضة مش متروقة، يا ماما عايز أكل جهز نفسك، ماما عايز هدوم تتغسل، خلي يتجوز حد يغسل لك، اخذت فتره بنت فلان هتضيع منك، بنت علان هتضيع منك، الموضوع كان صعب يعني. اخر اخذت فتره برضه تقعد تعيط جنبي تعيط جنبي، قالت لي نفسي اشوفك عريس، فقلت لها خلاص هخليك تشوفيني عريس. كلمت اصحابي بقى، محمود علاء الفوتوجرافر جاب التيم بتاعه، مدام ايريني اتري مراج فساتين، الميك اب ارتست شيماء عنتر ومريم امجد، ومحمد مصطفى برزيل اديتور العظيم. طيب وطلعنا ما كلفكش الموضوع ده. يعني انت اخترت بدل العروس 4 يعني من الناحيه الشكليه، من ناحيه فساتين العرس اللي شفناها دي يعني ما كانتش مكلفه العمليه، بالتالي ليه انت اخترت 4 بدل واحده مثلا او 2 او 3؟ ما هو حد قال لي يعني، قال لي هي انت عايز تفرح والدتك فتتجوز واحده، انت كده فرحت والدتك وابو والدتك وعيله والدتك كلهم يعني. انا الفكره كلها ان عايز اقول لها ان موضوع الجواز سهل يعني، لو عايز اتجوز الجواز سهل. الفكره كلها ان الشخص اللي يتجوز يبقى مدرك يعني ايه مسؤوليه الجواز، مش الناس بتتجوز هي تحصل خلافات يطلقوا بعد ما يخلفوا فالاطفال بتترمي في الشارع. الجواز سهل، المسؤوليه يعني. انت المشكله هي انك رافض رغبه امك او بتواجه رغبه امك بسبب انك مش لاقي بنت الحلال المناسبه ليك، ولا انت رافض فكره الزواج حاليا نهائيا ايا كانت العروس او ايا كانت المرشحه؟ لا لا طبيعي، الجواز ده سنه ربنا في الارض يعني، طبيعي هتجوز وانا عايز اتجوز، بس الشخص اللي يتجوز يبقى مدرك المسؤوليه ومتحمل المسؤوليه، فانا شايف ان لسه عليا حبه صغيرين يعني عشان اخد الخطوه دي. طيب بعدين طبيعي هتجوز وانا عايز اتجوز، بس الشخص اللي يتجوز يبقى مدرك المسؤوليه ومتحمل المسؤوليه، فانا شايف ان لسه عليا حبه صغيرين يعني عشان اخد الخطوه دي.